السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Berjumpa di channel Syahrudin Jaman. Ini di masjid ya, Masjid Al-Muttaqin. Habis sholat subuh berjamaah. Teman-teman sekalian, setiap manusia pasti akan kembali. Nah, sebelum kembali kita mempersiapkan bekal, bekal yang terbaik agar nanti kita senang, bahagia tentu ketika kita mau pulang kampung. Nah, pulang kampung yang sesungguhnya itu di akhirat. Nah, apa bekal yang terbaik kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik dari bekal itu takwa. Membaca Al-Quran bagian dari bekal yang terbaik. Setiap hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oleh karena itu teman-teman sekalian, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran karena itu adalah bagian dari bekal yang terbaik untuk pulang kampung, untuk persiapan pulang kampung di akhirat. ولما جاءهم كتاب من بعد الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدكم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من بعد العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.